صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم بتشاهدونا على سات 7 أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على بي لايت عم تسمعونا أو معنا هون بالقاعة. تعالوا نعبد الرب اليوم من كل قلوبنا كأنه أول مرة بنعبده. هو إلهنا بيستحق كل شيء، هو يلي أعطانا كل شيء وضحى بنفسه كرمالنا، فتعالوا نقدم له حياتنا من جديد ونتكرس من جديد ونعبده من كل قلوبنا لأنه هو ملك الملوك ورب الأرباب. خلينا نقف مع بعضنا البقعة نرنم من كل قلوبنا ونسبح ملك الملوك ورب الأرباب. يا سيدي لما أرى نجومك
كل قلوبنا لك كل المجد يا رب. ترنيم 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 ليسوع أعظم إله. أنت أعظم إله وأروع إله يا رب. من هيك مجتمعين وموجودين مع بعضنا البعض هون يا رب كرمال نمجد اسمك ونعظم اسمك يا رب. أنك وحدك مستحق تاخذ كل المجد. هاللويا. نعم هذا الشيء لما نجتمع هون مع بعض ما شيء روتيني أبدا, لأنه لما نتقابل معك هيدي أجمل مقابلة, أجمل وقت نقضيه يا رب لما نكون موجودين بمحضرك. أنت موجود بالوسط. إذا اثنين أما ثلاثة اجتمعوا باسمك أنت موجود بيناتهم, أنت حاضر بيناتهم, أنت حاضر بيناتنا اليوم. من هيك يا رب من آمن بهذا الشيء يا رب. حاضر ببيوت الناس يا رب لما نقدر نفتح هذا الباب وقول لك تعال ادخل يا رب, ادخل وسكون بوسطنا وبيناتنا. ساعدنا اليوم ندعيك على بيوتنا يا رب, ندعيك على حياتنا, ندعيك بوسط عائلتنا, ندعيك يا رب وتكون أنت الملك والسيد علينا جميعا. بارك خاصة علينا كلنا هون يا رب. أرجوك احفظنا جميعا وحمينا. خلينا نقدر هيك نرنم من كل قلوبنا ونعظم اسمك ونتأمل بجمالك وبهائك. هلا حين الوقت تفضلوا, هلا حين الوقت لنقدم عطيانا وعشورنا. يريد نعطي بكرم بفرح ونكون بجو العبادة والصلاة. حنتابع نحن تسبيحنا وترنيمنا, يكون عنا هالامتياز انه نعطي كمان. ربي يبارككم. ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الأرض مجدك, مجدك ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الأرض مجدك, مجدك لأن رحمتك قد عظمت
طمعت إلى السماوات وإلى الغمام حقك وإلى الغمام حقك لأن رحمتك قد عظمت قد عظمت إلى السماوات وإلى الغمام حقك وحقك ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الأرض مجدك مجدك Sous-titrage Société Radio-Canada.
الرب يسوع المسيح اللي هو ملك الملوك ورب الأرباب، وما في مثل كلمته لحياتنا. عبرانيين 4:3 بيقول الكتاب: كلمة الرب حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. فتعوا هلأ نهيئ نفوسنا ونسمع شو الرب بده يقلنا اليوم، شو كلامه لقلنا على فهم أسيس داني الطيار. تفضل أسيس. صباح الخير، فرحان كتير كون موجود بيناتكم بهالصباح. اللي سنتين ما حضرنا اجتماع بسبب ظروف صحية مرقت علي، على مرتي وعلى البلد والعالم كله. فصلاتنا بهالصباح إنه الرب يتمجد من خلال هالكلمة هيدي، من خلال وجودنا مع بعض بهالشركة الحلوة اللي موجودين فيها سوا. وبداية خلينا مع بعض نطلب وجه الرب ونقول له: يا رب أنت بارك هالكلمة، أنت أكيد في إلك شيء خاص لكل واحد منا. مرات كتير نسأل نفوسنا: يا رب شو دوري أنا، شو دوري؟ فصلاتي يا رب بهالصباح أنك أنت تتكلم لكل واحد موجود منا بهالصباح بهالمكان هيدا. نعطيك كل المجد لأنك أنت إله بتستحق. أمين. من بعد ما رب يسوع جسد وولد، وببداية خدمته في لوقا 4:18 بيقول: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية. لخص الرب يسوع بهالكلمات البسيطة والعميقة مهمته وإرساليته، وهو يرسلني ويرسلك ويرسلك بنفس الإرسالية بقوة الروح القدس لنخبر عن عمله، عن خلاصه، عن شفائه، عن تحريره للقريب وللبعيد، ببيوتنا، بقرانا، بمجتمعاتنا، بأوطاننا، بأي مكان الله بيرسلنا لإله. فيا ريت نقول له: يا رب أعطينا في هالصباح أن نختبر كل واحد منا حرية جديدة وإطلاق في حياتنا، نختبر شفاء وإبراء، عيون ودينين تنفتح حتى تشوف وتسمع الأشياء اللي ما كنا نشوفها قبل واللي ما كنا قادرين نسمعها. نحن يا أخوتي هنا في مهمة مهمة. بمرقس 2:1-12 بلوقا وبمتى، بلوقا 5 ومتى 9، نقرأ هالكلمات لما كان الرب يسوع راجع على كفرنحوم. خلينا نقراهم مع بعض. لوقا من مرقس 2:1-12: ثم دخل كفرنحوم أيضا بعد أيام، فسمع أنه في بيت، وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب، فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة. وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع، كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم: لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال المفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا،
قال للمفلوج: لك أقول، قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجد الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. أمين أمين. قديش حلوة هالكلمات اللي سمعناها وتأملنا مع بعض، رح نتأمل فيها هلأ. ولكن أنتوا عم تسمعوها، شو كان الرب عم بيقلك؟ هل كان عم يحكيك، عم يحكيكي؟ شو الأشياء اللي منشوفها بهالمقطع اللي قريناه هلأ؟ نحن اليوم ما بعرف، أغلبيتنا عايشين بأوضاع صعبة. كل يوم منصحى فيه الصبح منلاقي فيه أمور جديدة عم تضربنا، في هزة جديدة عم تصيب كل واحد منا، عم تصيب بلدنا. شايفين الأمور حوالينا، إن كان على صعيد شخصي أو على صعيد العائلة أو على صعيد البلد، عم تدهور، وإن شاء الله لا، لكن هيدا اللي شايفينه. وكأنه البلد مشلول وعم ينهار، بيشبه حالته حالة هالمفلوج اللي جابوه لعند الرب يسوع. لما إجا الرب يسوع على كفرنحوم على البيت، امتلى بناس كتيرين إجوا ليسمعوا هالمعلم ويتقابلوا فيه، بدوا يشوفوه وجه لوجه. وكتير مهم إنه نتقابل مع الرب يسوع وجه لوجه. كل واحد من هاللي إجوا كان عنده قصد وكان عنده هدف من إنه يكون موجود هونيك. الفريسيين ومعلمي الشريعة اللي قرينا عنهم إجوا من كل أنحاء البلد، إجوا لحتى يسمعوا هالمعلم اللي عم ينحكى عنه كتير. لكن إجوا بنفسية النقد والفحص، وإجوا بنفسية وكأنهم متهكمين. وكان في مجموعة تاني مختلطة من الناس اللي جيعانين لكلمة الرب، لكلمة الحقيقة، وبدهم يشوفوا عجيبة، بدهم يشوفوا شيء غير شكل، حدا يحكيهم لقلوبهم، حدا يتعامل معهم مطرح مهني. وأيضا منشوف من ضمن اللي كانوا موجودين هونيك الرب يسوع نفسه عم بيعلم بكلمة الله، بكلمة الرب، عم يكرز بالملكوت اللي هو إجا كرماله. ومنشوف أيضا التلاميذ اللي كانوا موجودين، ولكن ما كانوا كلهم، لأن كان البعض منهم بعد ما دعاهم. ومنشوف شخص مشلول جاي لحتى يكون في لقاء مع الرب يسوع، لكن هالشخص المشلول كان متكل على ناس تانين، على حدا تاني في أكله، في شربه، في معيشته اليومية، في غسيله، حتى في مجيئه للرب كان متكل على ناس تانين لحتى يجيبوه لهونيك. وقديش حلوة نشوف أشخاص عم يهتموا بأشخاص آخرين ما عندهمش وسيلة يكونوا فيها على قد حالهم، وكم بالأحرى إذا كانوا في احتياج في حياتهم. ورابعا منشوف أربع أشخاص كانوا في مهمة، وهالمهمة هي مهمة مهمة. ليش مهمة مهمة؟ لأن هالأشخاص كانوا أصدقاء لهالشخص المشلول، وهني كانوا سبب الاتصال أو الجسر اللي من خلاله هالمشلول قدر يوصل لعند الرب يسوع. وبهالمهمة اللي هني مشيوا فيها كانوا عم بيساعدوا جسديا، ولكن أيضا كانوا عم بيغيروا حياته إلى الأبد. لما وصل لعند الرب يسوع هالمشلول، شو صار فيه؟ رب غفر له خطاياه وشفاه جسديا. السؤال اليوم لإلي ولإلك، لكل واحد منا: مين أنا بين هالأشخاص اللي كانوا موجودين؟ إذا أنا عم بتصور حالي بهيداك الوقت مع الرب يسوع بكفرنحوم بالبيت اللي كان موجود فيه، أنا مين بين هالأشخاص اللي كانوا موجودين هونيك؟ أو إذا بدك، مين بتحبي تكوني أو مين بتحب تكون من هالأشخاص؟ هل بتحب تكون من الأشخاص اللي جايين لحتى بس ينتقدوا ويحكوا،
أو بتحب تكون واحد من هالأشخاص اللي جايين وسدين الطريق، حتى لما كان في شخص محتاج ما قدرش يوصل لعند الرب يسوع. أو هل أنت المشلول اللي بحاجة لمين يجيبك لهونيك؟ أو أنت أو أنت هو واحد أو واحدة من هالأربعة اللي حملوا هالمشلول وجابوه لعند الرب يسوع. إذا اختبرت الرب يسوع في حياتك، اليوم في عندك وفي عندك مهمة مهمة إنك تكون واحد من هالأربعة. ما تبقى مطرح ما أنت. الرب دعا كل واحد منا إلى شيء عظيم فينا نعمله، إن كنا كبار أو صغار، إن كنا نساء أو شباب أو رجال، كل واحد منا بيقدر يعمل هالخدمة هيدي. فاليوم أنا بدي أقول لك اطلع حواليك، اطلع حواليك قديش في ناس حوالينا ملحدين، يائسين، متسائلين، مفتشين، منسيين، متروكين، كلهم هودي وآخرين أيضا بحاجة يلتقوا بالرب يسوع المسيح. وهالمشلول هو صورة عن أشخاص موجودين بهالعالم، وصورة عن بلد وبلاد موجودة بهالعالم ناشفي ومن جوا تعباني، هلكاني، مشلولي. ومين الأمل لهيك أشخاص ولهيك بلاد؟ أنا أو أنت أو أنت يا أحبائي. بديلكن للي عم بيفتشوا على حل في لبنان، السياسيين في البلد هون مش هن الحل ولا الأمل لبلدنا ولا لشعبنا، ولا البنوكي ولا القطاع المصرفي ولا المستشفيات ولا القادة الدينيين هن أمل بلدنا. لما بحكي عن القادة الدينيين، لأن الدين مش هو رجاء ولا أمل الشخص المحتاج واللي عم بيموت جسدياً وروحياً، الدين هو من صنيعة الإنسان، لكن نحن بحاجة إلى الذي تجسد وأعاد الشركة بيني وبين الله له سبحانه وتعالى، العلاقة لحتى يصير في إلنا روح جديدة تنسكب فينا وتغيرنا. فاليوم إذا أنت عم تلحق دين، أنت رايح في طريق غلط. إذا عم تمشي وراء قادة دينيين، أنت في طريق مش مظبوط. الحل إنك تكون في لقاء مع شخص حي مقام من بين الأموات، قادر إنه يغير ويعمل الشيء اللي نحن مش شايفينه بعد. الأمل الوحيد لهالعالم، لبلدنا، لجيراننا، هو الكنيسة. أنا وأنت وأنت لما منجي في المهم اللي الله أعطانا إياها، نحمل هالستريتشر أو هالمحمل أو العكازات اللي منحطهم ومنجيب فيهم الناس لعند الرب يسوع. وهلأ خليني أنا وياكم أتأمل شوي صغيري شو منشوف بهالأربع شباب اللي كانوا حاملينه، هالأربع أشخاص اللي كانوا مرافقينه للمشلول. الشغلة الأساسية اللي منشوفها عندهم أنه كانوا في وحدة واتفاق، كان عندهم رؤية، عندهم هدف واحد. وإديش نحن بحاجة في بيوتنا، في علاقاتنا وفي بلادنا إلى هيك أشخاص. وحلوين كلمات الرب يسوع لما بقول بمتى 18 16 20 الكلمات هيدي: إن اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهم من قبل أبي الذي في السماوات، لأنه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون أنا في وسطهم. وجودك وجودك في هالمكان هيدا بمجد الله. كيف منشوف هالوحدة والاتفاق بين هالأشخاص الأربعة؟ أول شيء منشوف إنه كانوا أصحاب قناعة راسخة، كان عندهم اليقين جواتهم إنه الرب يسوع هو الحل الوحيد لهالشخص المشلول، لرفيقهم. هني كانوا مصدقين جواتهم إنه هو الوحيد اللي بيقدر يعمل فرق بحياة صديقهم.
إنه الرب يسوع هو الجواب. وأنا بدي شجع وأقول إنه صحيح بهيداك الوقت كانوا 4 شباب اللي حاملينه، لكن اليوم شباب وصبايا، وصبايا لوحدهم وشباب لوحدهم ممكن يكونوا سبب بركة في حمل أشخاص ومجيء أشخاص إلى الرب يسوع المسيح، حتى تكونوا أدوات تغيير في عائلاتكم، في مجتمعاتكم، وفي بلادكم. هل في حدا عم تصلي له اليوم قبل ما جيتي لهالاجتماع أو قبل ما تجي لهالاجتماع وانت متقل أو متقل فيه لأن ما عنده إيمان كافي؟ إذا أنت عندك الإيمان الكافي تابعي في الصلاة وارفعي قدام عرش الرب وهو قادر يتعامل معه، مش بس جسدياً وروحياً أيضاً. تاني شغلة منشوفها عن هالأشخاص الأربعة كان أنهم عطف وحنان، وبحب كلمة أحشاء، أحشاء رأفات. وهالشي هيدا شفته بكلمات الرب يسوع لما قال لتلاميذه: أما تقولون أنه يكون 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا، وانظروا الحقول إنها قد بيضت الحصاد. وكلمة انظروا طلعوا هونيك معناتها كتير مميز، مش إنه أنا وماشي شفت شيء أو ضليت رايح، لا، شفت شيء ولكن هالشي حرك جواتي أمر معين وخلاني مش بس من رأي طريق انزل إذا كنت أنا بسيارتي وإجي حد الشخص أو حد الشيء اللي عم بيصير وأشوف شو هو. صرت أنا جزء من الشيء اللي موجود، مش بس عابر سبيل حد منه. تتذكر قصة السامر الصالح؟ كتير مرقوا حد منه، لكن مين اللي إجا وكان سبب تغيير واختلاف ونقل نوعي في حالته اللي كان موجود فيها؟ الشخص اللي نزل وحط إيدي محل ما كانت الأمور لازم بدأ إيدين وإجرين حد منا. رب يفتح لنا عيوننا حتى نقدر نشوف، ومش بس نضل ماشيين لكن ننزل ونحط إيدينا محل ما الاحتياج موجود. كلمة تانية بحبها: ولما رأى الجموع، بمتى 9 بقول الرب يسوع تحنن عليهم إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راع لها، حينئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون. وكلمة رأى هون معناتها الكامل، أدرك وفهم. رب يسوع كان عم بيقول لهم طلعوا وشوفوا الاحتياج اللي موجود، مش اطلعوا وشوفوا الناس قديش كتيري، شوفوا شو في وراء هالناس اللي موجودة. واليوم بس انت تكون رايح على البيت او جاي من البيت، رايح على شغلك او جاي من شغلك، لما عم تطلع الى الناس حاولي انك تطلعي وتفهمي شو الاحتياجات وشو الامور اللي حقيقة عم تصير حواليك. وانا بدي شجعكم اليوم انه ننتبه، اذا نحن بدنا نكون جزء من الحل وعم نعمل للرب يسوع عم يطلبوا منا، ما نعمله لأجل غايات شخصية، ما نعمله لأجل شهرة واسم أو لنفوذ وسلطة. واسمحوا لي إذا عم بفتح هون هلالين، قريبا جاي الانتخابات وبكرة بتشوفوا كتيرين ناس رح يجوا ويطرقوا على أبواب بيوتكم، إلكن سنين لا شايفينهم ولا سامعين فيهم لكن رح تشوفوهم جايين لأن في عندهم غاية في نفسهم. والرب يعطينا أنه نحن ما نكون مثل هالأشخاص هؤلاء. لما نشوف الاحتياج نجي ونكون حد منه، ولما نشوف في شخص أو في حالي بده حدا يقاف حد منا ما نعمل حالنا مش شايفين ونبرم ونمشي. ثالث شغلة بنشوفها بهالأشخاص الأربعة أنه كان عندهم التزام، ما استسلموا أبدا. وأنا بتعلم كتير منهم. هن وجايين كان الجامع اللي موجود حد البيت مسكر الطريق، طلعوا شافوا الطريق مسكرة ما قالوا يلا بدنا نمشي ونرجع، طلعوا شو فينا نعمل، شافوا في درج طلعوا على الدرج وطلعت الدرج وانت حامل حدا مش شغل صغيري، وصلوا لفوق
طلعوا مسكرة، سقف مسكر، ما في طريق لحتى نقدر نوصله لعنده، حفروا بالصخر. وأنا بدي لكم حفروا بالصخر اليوم، لابد إنكم تلاقوا نقطة المي اللي بتنزل نقطة نقطة على الحجر بتحفر فيه. ما تيأسوا من عمل الخير ومن الاحتياجات اللي موجودة حوالينا، نكون موجودين فيها ومع الأشخاص اللي محتاجين فيها. شو ما كان الاحتياج اللي موجود حدك، حاول إنك تكون عم تساعد فيه مهما كانت العقبات أو الموانع موجودة. اتصل بحدا غيرك، جرب تلاقي اثنين ثلاثة معك وبتشوف إنه فيكن تعملوا اللي ما بينعمل. ورابع شغلة منشوفها بهالأشخاص الأربعة، كانوا متعاونين مع بعض كفريق، كان عندهم هدف، لكن ما كانش كل واحد منهم عم يشتغل على ذوقه، كانوا عم يشتغلوا بتزامن وتنسيق مع بعضهم البعض. وأنا أكيد إنه مش أربعتهم إجاهم نفس الفكر مرة واحدة، واحد منهم إجاه الفكر بدي ساعده لهالشخص المشلول. لو كان هو بده يحمله لوحده ويروح فيه، ما بعرف إذا كان بيقدر يوصل لعند الرب يسوع بهداك الوقت. أكيد ما كانش قدر وصل، لأن المشوار أنا بتخيله شوي بعيد، ولحتى أحمل أنا شخص آخر وإجي فيه صعبي. لكن إيش حلو لما أنا بشارك شو الرب عم يعطيني رؤية جواتي أنا، وشوف أشخاص بيتبنوا هالرؤية معي، ونحن مع بعض منقوم بهالشي هيدا سوا. إيش بركة الكنيسة اللي مش القسيس بيعمل كل شي فيها، مش هو الكل في الكل، الرب يسوع هو الكل في الكل، والقسيس المبارك هو الشخص اللي بيشوف المواهب اللي موجودة في الأشخاص اللي حوالي وبيحاول أنه يشركها في عمل الخدمة. نشكر الله لأجل الكنائس والخدام اللي هني مثال في هيدا. شكرا أخ حكمة، أنت وآخرين على مثالكم الصالح في هالأمور هيدي. هالأشخاص الأربعة كانوا في مهمة مهمة. هل أنت اليوم بتريد أنك تكون واحد من هالأشخاص اللي في مهمة مهمة؟ هل ممكن تطلع حواليك، تطلع حواليك وتشوفي في أشخاص موجودين هون ممكن تتفقوا مع بعض إنكم تعملوا شيء سوا، خاصة إذا كان في احتياج معين؟ إديش في ناس حوالينا بحاجة لكلمة صلاة، لحدا يجي ويقول لهم أنا شايف وين أنتوا. هل ممكن نعمل فرق في وسط مجتمعاتنا؟ نعم، نحن هنا في مهمة مهمة. مثل ما شفنا كان عندهم هدف واضح، وحدة واتفاق الأربعة، كان عندهم قناعة راسخة بمين هو الجواب، وعنده الجواب والقدرة، الرب يسوع هو الحل. كان عندهم عطف وحنان، أحشاء رأفات للمحتاج، للمنسي، للمتروك، للمأسور، للأعمى. ما استسلموا، كان عندهم التزام كامل بالهدف مهما كان التحدي كبير ومهما كلف الأمر. ورابع شيء التصميم والاستعداد أن يشتغلوا مع بعض كفريق واحد، نعمل معا بتنسيق وتزامن. مهمتنا اليوم، المهم المهمة، أنه نجيب آخرين للمسيح، أو نكون نحن الأشخاص اللي بيروحوا إلى الآخرين ليخبروا عن المسيح، أنه نكون نحن جسر عبور للي ما بيعرف حتى يصير يعرف. قديش ممكن بلادنا تتغير وكنيسنا تتغير وبيوتنا تتغير إذا البي والأم على قلب واحد وعندهم هدف واحد في حياتهم. وإذا كان عندهم أولاد والرب عطاهم أولاد، قديش بيكونوا البركة مضاعفة إذا هني وأولادهم في هدف واحد وفي اتجاه واحد. فاليوم يا أحبة بدي لكم، هناك أمل لهالعالم هيدا. صحيح الخراب كبير،
صحيح المعاناة والصعوبات كثيرة، لكن لما بنكون في وحدة مع بعض وعنا رؤية واحدة وعنا اتفاق في نفس الهدف هناك أمل. مش لأن نحن قادرين، لأن القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. هو اللي قادر أنه يغير. خلينا مع بعض نحني رؤوسنا بكلمة صلاة. إلهنا الصالح، من باركك لأنك أنت لم تتركنا يتامى، ولأنك أنت ما اخترت تلميذ واحد، اخترت تلاميذ يا رب، لأنك تعطينا الفرصة والامتياز أنه نحن نكون شركاء في الخدمة معك. فصلاتي يا رب هالصباح أنك أنت تعمل فينا وفي دواخلنا وتغير بعقلنا وبتفكيرنا وتفتح لنا عيوننا وأذاننا حتى نقدر نشوف ونسمع الأنات والصرخات اللي موجودة حوالينا. تعطينا يا رب نتمسك بشخصك وبقوة روحك القدوس وبكلمتك وبالحق اللي أعطيتنا إياه ونمشي فيه يا رب إلى الأمام. ما نخاف وما نفزع، ما نرتبك ولا نحس حالنا مش قادرين، لأنك أنت موجود معنا، لأن هيدي هي يا رب كلمتك وهيدي هي رسالتك وهيدي هي المحبة اللي أنت سكبت فينا. اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل. من باركك يا رب ومنشكرك لأنك أنت تسمع وتستجيب. إلى كل المجد باسم الرب يسوع المسيح، آمين. لأصير من شعبك، من دعي عليهم اسمك، عجبا هل دعوتني أنا لأكون ملكا لك، أن ينتمي للمليك. عرفتني كم أنك رحيم إذ بارستني في كلمتك.
فقدت كل الكلمات، فقدت كل وصف، أنت الأبرع جمال. فقدت كل وصف، فقدت كل الكلمات، فقدت كل وصف، أنت الأبرع جمال. أنت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، أدخلني إلى الحجاب. أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، أدخلني إلى الحجاب. أحببت محل بيتك وموضع مسكن مجدك، فقدت كل وصف، فقدت كل الكلمات، فقدت كل وصف، أنت الأبرع جمال. فقدت كل وصف، فقدت كل الكلمات، فقدت كل وصف، أنت الأبرع جمال. يمكن وكفريق يا رب نقدر نشتغل لملكوتك يا رب، نقدر نساعد الناس يا رب، نوقف حد الناس المتألمة يا رب، ونقدر نكون عم نروح يا رب للميل الآخر يا رب، نقدر نمجد اسمك أكتر وأكتر، ونشجع الناس يا رب كلها تعبدك من كل قلوبها. إلك كل مجد يسوع. فرحة قلبي فيك إلهي، فرحة قلبي فيك إلهي، غدي ويومي ضم أمي، كما بأمسي كنت أمينا ضم أمينا فيك. فرحة قلبي فيك إلهي، غدي ويومي ضم أمي، كما في كل
Hey!